عابد يا عابد، ايه يا اخوي؟ ما تصحصح كده وتفوق وتبطل القعده اللي انت قاعدها دي، وتقوم كده يا اخوي تشوف اكل عيشك وتنزل الموقف وتقف جنب ابوك. الشغل اليومين دول يا اخويا بقى في النازل، والواد اخوك مستدد على الشغلانه لوحده. لبنى، انت كنت اخر واحده كنت مع سوزي، ما قالتلكيش اي حاجه قبل ما تمشي؟ هتقولي ايه يعني؟ هتقولك اي حاجه كده ولا كده، او مثلا ما جابتش سيره واحده صاحبتها نقدر نوصل لهم. يا عبد يا اخويا، الكلام كان بيني وبينها يا دوب على القد، وبعدين دي مقطوعه من شجره، يعني لا ليها لا اهل ولا اصحاب ولا ليها حد خالص. هتكون راحت فين بس يا اخويا؟ ما تروح مطرح ما تروح، فوق لشغلك واكل عيشك يا اخويا والمستقبلك، فوق لنفسك يا عابد. نفسي؟ يا فين نفسي؟ خلاص كل حاجه راحت. عابد اللي الكل كان بيقول عليه برنس المنطقه والكل بيحلف بيه، مبقاش لي لازمه دلوقتي يا اختي. لا أنا كأني بنفخ في قربة مخرومة. يا رب. اشرب لي شوية ليمون أروق دمي. بقول لك إيه، إحنا لينا فلوس كتير قوي بره، ما عادش في حاجة اسمها شكوك ولا حاجة اسمها قسط. وقف الكلام ده كله، علشان المال ده مش مال سايب. أنت رافع يد؟ الشوك ممنوع يا معلم والقسط مكفوع. رافع انا عظمه يا معلم، عظمه. فوق يا خفيف، فوق بقى يا معلم. اصحى. انا صاحي يا معلم. في ايه؟ ايه يا رب؟ وفي ايه ده؟ وفي ايه يا معلم؟ ايه ده؟ يا معلم باشا، خشوا فتشوا لي المحل ده حته حته. خير يا باشا؟ في حاجه ولا ايه؟ جالنا بلاغ انك بتتاجر. ما انا تاجر يا باشا، ما دي تجارتي. في البودره يا خفيف. بودره؟ اه، ومعايا اذن النيابه، تحبوا تشوفوا؟ لا يا باشا اعتبرني شفت يا باشا، انا الحمد لله نضيف وساخ سليم. انا ساخ سليم ولا مش سليم؟ ساخ سليم وربنا يا باشا. الحمد لله رب العالمين، سعادتك ايدي نضيفه وزي الفل. الحاجات دي جوه يا باشا. ايه ده كله؟ ده انت ما سبتش حاجه ما عملتهاش. على النعمه ما اعرف عنها حاجه. ايه دي يا ابني؟ يا باشا هتقول فين؟ انا ما اعرفش يا عم. اوعى يا عم، والله ما اعرف حاجه عنها. احنا استلمنا دي عظمه، الحرم استكتر علينا العيد. مش هعلك يا حارة يا جدعان، مش عاجبني والله. اوعى يا جدع، مش هسيبك يا معلم. يا جدع انت تكون مين اللي عمل كده؟ اقول لمحامي. اه اكتب معاك، مش هسيبك يا معلم.